أكدت مملكة البحرين التزامها الثابت بموقفها الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في المناقشة العامة للدورة الخامسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وأشار المندوب الدائم في كلمته إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كافة المجالات الحيوية والتنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء وتوسعة أفاق التطبيقات النووية حول الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية على نحو يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والأمان النوويين كما وتمت الاشاره الى اهميه التزام الدول بمبدا الشفافيه في عمليه تطوير برامج الطاقه النوويه السلميه على ان تكون عمليه التطوير على اساس الاحتياجات المنطقيه اضافه الى اهميه التعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بما يخص اي انشطه نوويه او منشات نوويه في المنطقه وذلك لضمان شرق اوسط خال من اسلحه الدمار الشامل.